عمر شكاوى تقدمت بها المعارضة حول ما تسميها خروقات ارتكبها النظام كقتل المتظاهرين وعرقلة مهام لجنة الشؤون العسكرية وتأخر تشكيلها، بالإضافة إلى القرار الذي أصدره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بتعيين أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية. في هذه الأثناء تستمر التظاهرات في صنعاء ومعظم مدن البلاد للمطالبة برحيل رموز النظام ومحاكمته. وينضم إلينا الآن من صنعاء عبر الهاتف مراسل بي بي سي عبد الله غراب. عبد الله مرحبا بك. مرحبا، أهلا أهلا محمد. عبد الله، هل بدأ المسؤول الأممي بن عمر لقاءاته بالفعل في اليمن؟ بالفعل باشر مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر لقاءاته بمسؤولين يمنيين من مختلف الأطراف فور وصوله إلى صنعاء بعد أن عبر عن ارتياحه الشديد لما تحقق حتى الآن من تنفيذ مقتضيات بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذلك قرار مجلس الأمن 2014 بشأن اليمن. لكن جمال بن عمر تنتظره الكثير من الشكاوى التي تقدمت بها المعارضة وأطراف أخرى حول خروقات كما سمتها ارتكبها النظام، بدأت بقتل المتظاهرين كما يقولون بعد ساعات من توقيع المبادرة الخليجية، ثم تلت عدة خروقات من قصف المدنيين في تعز وفي صنعاء وفي نام وفي أرحب، إضافة إلى ما يسمونه بالتدخلات التي يتدخل فيها الرئيس علي عبد الله صالح، رغم أنه بات رئيسا فخريا كما يقولون، وليس من صلاحياته إصدار القرارات، والتي كان آخرها إصداره قرارا يوم أمس بتعيين أمين عام جديد لرئاسة الجمهورية. هذا من وجهة نظر المعارضة مخالفة واضحة، إذ أنه لم يعد في نظر المعارضة من حق الرئيس أن يصدر قرارات من هذا النوع، إضافة إلى خروقات تقول المعارضة إنها مرتكبة من قبل النظام عبر نهب وتدمير وثائق مهمة جدا في الوزارات التي خصصت للمعارضة، إضافة إلى نهب وتدمير مطابع الكتاب المدرسي التي توجد في منطقة العصبة حيث الاشتراكات. وهذا كله طبعا سينظر فيه جمال بن عمر ويلتقي بمختلف الأطراف للتحقيق في تلك التفاصيل. طيب، هل من تداعيات على الأرض للأنباء المتعلقة بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة؟ هل ساهمت في تهدئة الأوضاع أم ما زالت الأوضاع كما هي يسودها التوتر؟ هناك ارتياح لبعض الشخصيات التي شملها التشكيل الحكومي الجديد في حكومة الوفاق الوطني، لكن هناك استياء شديد جدا ليس فقط من قبل شباب الثورة ولكن أيضا من قبل الشارع اليمني بسبب وجود حوالي 5 وزراء، بعضهم وزراء سابقون وبعضهم وزراء جدد من ممثلي الحزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا في هذه التشكيلة، بسبب ما يقولون إنهم متورطون بقتل المتظاهرين والإشراف على مجاميع من يسمون بالبلاطجة. هذا أثار استياء شديدا لدى معارضي النظام، وقالوا إنه مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية التي حددت بكل وضوح أنه يجب أن لا تشمل حكومة الوفاق الوطني أي شخصيات تورطت بانتهاكات حقوق الإنسان أو يشتبه تورطها بمثل هذه الانتهاكات. طيب، مسألة حصول الحزب الحاكم على وزارات سيادية خاصة وزارة الدفاع تحديدا إلى جانب الخارجية طبعا، يعني كيف هو انطباع الأوساط السياسية في اليمن على هذا التولي؟ وهل يعني تستشعر أن الأطياف السياسية في اليمن تعتقد أنه سيكون بالإمكان فعلا إدخال إصلاحات على القوات المسلحة في ظل تولي الحزب الحاكم هذه الحقيبة؟ هناك شعور عام لدى اليمنيين وخاصة لدى المعارضين بأن إصرار النظام على أن تكون وزارة الدفاع في يده ما هو إلا يعني واحدة من حرصه على التحكم بالقوات الحكومية خاصة قوات الحرس الجمهوري، ولذلك هذا
أعطى رسالة سلبية لدى الشارع اليمني، لم تزل المخاوف من اندلاع الحرب. مع ذلك أيضا هناك أزمة ثقة بين الطرفين، السلطة والسلطة السابقة والمعارضة الحالية، ومع ذلك أيضا المعارضة نالت الكثير من الوزارات المهمة كوزارة الإعلام التي يعول على المعارضة بأنها ستخفف كثيرا من حدة الإشاعات والحرب النفسية التي عانى منها معارضة النظام طوال الأشهر العشر الماضية، وهي السبب في تزوير وتشويه حقائق كثيرة حول الثورة وحول معارضي النظام. نعم، شكرا لك عبد الله غراب مراسل بي بي سي من صنعاء. القائم بأعمال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي كان قد أصدر قرارا بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة السياسي المعارض محمد سالم باسندوة. تشكيلة الحكومة ضمت عددا من الوجوه الجديدة مناصفة بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارض. التقرير